خوب احنا عندنا رواية الشيطان. الشيطان يأتي في عدة موارد، من الموارد الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، هذه مصيبة. الشيطان يقوم يحرق في عقلك في قلبك، طالعها انظر إليها، واضح له لا؟ مشكلة ده الشيطان ويانا احنا 24 ساعة واحنا مبتلين به الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه شنو؟ عدوة. عدل ما عدل؟ هذا من أحد مكائد الشيطان، من الموارد إن الشيطان يجي ويثير الشهوة هي هاي القضايا. لا يختلي الرجل مع امرأة أجنبية، ولا تقول أنا ما بسوي الحرام وما طالع، لا 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 لا، هذا كلها الشيطان مكائد. أقول لك الحين ما عليه أنت لا تطالع، بس بعدين شو أقول لك؟ أقول لك طالع الحين بعدين استغفر الله، واضح لهم؟ الحين طالع الله بيستر عليك، الله ستار العيوب، واضح لهم واضح؟ فأنت تغتر بستر الله عليك. إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا لسخطك متعرض، ولكن سولت نفسي وغرني سترك المرخى علي. الله ستار العيوب، الله ما يبي يفضحني. فالواحد بعض اوقات اقول انا الحين بسوي بلمس الله بعدين بقول الله يغفر لي، لا انت ما تدري تعيش بعد لحظه لو لا، ما تدري ملك الموت متى يجي. لهذا الانسان المؤمن دائما يراقب نفسه، يراقب حركاته، يراقب لسانه، يراقب عينه. لازم في كل لحظه انت تستحضر الله عز وجل حتى لا تعصي. سبحان الله، تعصي والان مت، هذا صار سوء عاقبه. انت دائما تسال الله حسن العاقبه، عدل له حسن العاقبه شلون؟ لازم انت دائما تكون في حاله مراقبه. هذه قضيه جدا مهمه. تغفل لحظه الشيطان قفز عليك. ليش سموه من شر الوسواس الخناس؟ ليش سمي الشيطان خناس؟ خناس يعني مختفي. إذا أنت ذكرت الله اختفى، ما ذكرت الله اجى.